غزة. على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث أنه لليوم التاسع على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الآمنين، إضافة إلى المؤسسات الصحية والمدنية في قطاع غزة بكل ضراوة، مستخدما الأسلحة غير التقليدية وكذلك الأكثر فتكا والأشد تمزيقا ودمارا بين المدنيين العزل، ليرتفع بذلك ضحايا هذا العدوان على قطاع غزة إلى 217 شهيد، منهم 63 شهيد من الأطفال و36 شهيدة من النساء، إضافة إلى 16 مسنا. كما أن هذا الاستهداف أدى إلى إصابة 1500 مواطن بجراح مختلفة، منهم 50 إصابة تصنف بشديدة الخطورة، ومن بين هذه الإصابات 370 إصابة كانت في الأجزاء العلوية من الجسم، منها 130 إصابة كانت في منطقة الرأس. كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة. إن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذر من تشريد آلاف المواطنين جراء الاستهداف الإسرائيلي على الأحياء السكنية في قطاع غزة، وما سيتسبب هذا التشريد من انتشار لوباء كورونا والأمراض المعدية، حيث أن ليس بمقدور وزارة الصحة في ظل الاستهداف المستمر للطواقم والمؤسسات الصحية وتوقف عمل المختبر المركزي من متابعة المواطنين في مراكز الإيواء. كما أنه بعد توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية بسبب الاستهداف الذي طال مبنى وزارة الصحة وكذلك عيادة الرمال المركزية في قطاع غزة، فقد عمدت وزارة الصحة إلى استثمار المختبر الوحيد في مؤسسة الإغاثة الطبية لإجراء فحوصات فيروس كورونا للمسافرين فقط. كما تجدد وزارة الصحة قرارها بإعفاء كافة مصابي العدوان الإسرائيلي من رسوم الخدمات الصحية المتعلقة بالإصابة. كما تحذر وزارة الصحة من مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وإعاقة حركتها وتهديد عملها في إخلاء ضحايا العدوان الإسرائيلي، وهذا يعتبر انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. على المجتمع الدولي أن يتقدم بخطوات ملموسة في تجريم الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم. كما تحذر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من مغبة استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة وما يتبعه من إعاقة لعمل المنظومة الصحية بكافة خدماتها الحيوية، مما يؤثر على تقديم الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية كافة وفي الأقسام الحيوية خاصة، وكذلك يتسبب في تلف الأدوية الحساسة والتطعيمات، وكذلك يعيق عمل المختبرات المختلفة، كما يؤثر على تعطل الأجهزة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة ومرافقها المختلفة. إن وزارة الصحة أمام هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم
تطالب الجهات المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر من أجل وصول المساعدات والقوافل الإغاثية والوفود الطبية إلى قطاع غزة، ومن أجل تسهيل حركة المصابين والمرضى باتجاه المشافي التخصصية خارج قطاع غزة. كما تؤكد وزارة الصحة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الإغاثية، وتطلق نداء استغاثة متكرر لكافة دول العالم من أجل تعزيز الأرصدة الدوائية وتوفير الدعم العاجل والفوري للمستشفيات من الأدوية والمستلكات الطبية وسيارات الإسعاف، حتى تتمكن الطواقم الطبية من استمرار عملها في ظل الحصار الإسرائيلي واستمرار العدوان الغاشم. كما تثمن وزارة إذن تابعنا مؤتمرا صحفيا لوزارة الصحة في غزة. عدد الشهداء وصل إلى 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة بسبب القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة تطالب المؤسسات الدولية بتوفير الدعم اللازم والفوري للمستشفيات نتيجة القصف الذي تعرض له عدد من المؤسسات والمباني الصحية في قطاع غزة.